قمة ناجحة بأي مقياس. وأنا شخصياً رصدت 17 رئيس ورئيس حكومة وأمير وولي عهد، 17 من 21، والأربعة الآخرين كان تمثيلهم تمثيل عالي جدا، وبالتالي وبصفة عامة ربما هي أحد أكثر القمم العربية حضورا من حيث المستوى. دي الحقيقة نقطة يهمني أقولها. النقطة الثانية أنه جمهورية الجزائر وفرت كل الظروف لنجاح القمة، سواء من الترتيبات، التنظيم المتقن جدا، المبادرات الموضوعية الخلاقة لإثراء أعمال القمة.